التشكيله يعني منو حط التشكيله ما اعرف وين تكون المشكله وي وون 3 بوينت وي ديدنت ميك هاو 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 We are in democracy. Everybody can speak what he wants. يمين السادة المشاهدين كل التوفيق لكلا الفريقين الشرقي والأهلي الشرقي والأهلي ما أعرف أسميها مباراة التصريحات أو مباراة الدكتور متروك وأمير علي إيه صدق لا تستغربون ترى فلورين متروك مدرب الرفاع الشرقي طلع دكتور I'm the only one doctor with the doctorate in physical education. الدكتور كان دبلوماسي واثق قبل المباراة. Very good. If they have chance to win, no problem. Who is the best? Who will be the best will win. Don't worry about it. لكن أمير كان واثق أكثر منه. No problem. 2-1 for us. 2-1 for you. Yeah. So you are winning 2-1. You like 1-0? No, I don't like 1-0. I don't like 1-0. I like to take 3 points. وهالشيء خلوني صدق اتحمس لهالمباراة بس كنت مستغرب من شغلة فريقين باسلوب دفاعي مين اللي بيبادر كوتش يو بلاي كاونتر اتاك اند بلوك ذي بلاي كاونتر اتاك اند بلوك توداي هو بلاي كاونتر اتاك هو سي تو يو اي بلاي كاونتر اتاك اند كوتش وي سي لايك ذس اي دونت بلاي كاونتر اتاك يو نو وي ويل تراي بلاي تو فوتبول وي نوت ميك كاونتر اتاك تعال لي بين الشوط شوط بقول لك كم النتيجه رايك بين الشوطين تعال بقول لك انا شوط بتقول النتيجه كم اي بقول لك النتيجه وتشوف فريق شلون يؤدي في الملعب ادري طولت عليكم شوي بس صدق ما عرفت اسميها مباراه التصريحات او لا قالها حمد الرميحي محمد بيعلي التمور هالساع لافي عمامية تمر قريبة المدافع أول 20 دقيقة كانت المباراة حذرة لما جات أول هجمة بس الأهلي كان شبه ضايع في الهجوم وكرة عالية رأسية كنا نوصل للجول بس ما في فعالية وبعد هالجول الأول في المباراة وأول أهداف الرفاع الشرقي جول شرقاوي في الدقيقة 34 والجول الثاني شرقي خطرة لعبها عرضية خطرة جول 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 هدف ثاني شرقاوي لوكاس شوفه شلون اتصل يا حبيبي اتصل يا سلام وبالتالي هدف ثاني للرفاع الشرقي لوكاس البولندي وبالتالي هدفين نفس ما قلت لك الكره اخطاء تركيز احنا خطأين ما كنا مركزين فيهم انا كحارس اديت دوري عيال وين المشكله؟ كابتن ما اعرف وين تكون المشكله المهم كان شوط من طرف واحد والله لا قبل الجولين المباراة كانت متكافئة لحظة هل شفتوا هالشيء؟ وكرة ملعوبة عالي داخل منطقة الجزاء بالراس جول الله والنتيجة 2-2 نقدر نقول كابتن صادق رجع للحماس للمباراة بس بعد أنا منطقي يعني أحس صعبة شوي تخلص من محمد الحردان لقاء الشرقي والأهلي في الجولة الثالثة دوري ناصر بن حمد الممتاز حاول خطرة هذه ممادو خطر الأهلي في لمسة يد يقول حكم برا حردان يلعبها الله عليك يا ولد الحردان في تسديدة ولا أروع في تسديدة ولا أجمل ما عليه لحين في وقت
وننتظر الأهلي يرجع. حلو، خطرة خطرة خطرة، جول 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 ثالث للرفاع الشرقي. الويس المرة، الويس هذه المرة في الدقيقة 65 وبالتالي ثالث أهداف الرفاع الشرقي. الويس في الدقيقة 65 وبالتالي هدف. شوف 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 الانفراد والتقدم والتوغل وبالتالي على خط 18 سدد. نيأس من الأهلي ولا تبغون تشوفون بعد؟ ما ودنا، ودنا هذه الأندية يعني تغيب، عكس ودنا الأهلي الشرقي يعودون. راشد يتقدم يحاول يسدد، يسدد جمال تمر خارج الملعب. حلوة. بس عود خلاص الحين ما ينفع، وبالله عليكم ما تبون تعرفون شو السبب؟ ما نقدر نذكرها. مي I'm responsible for this result. اليوم فريقنا ما طلع بصورة المطلوبة. We play very bad. Very bad. لكن كنت مصمم ألقى السبب ولقيته. What I can do? I come into club who have problem. If I leave, this same problem stay. لكن شنو نوع المشكلة؟ You know this team last season last 5 minutes stay in league. Last 10 years this club have 2 year in second league, 2 year in first league. هل هذه المشكلة سبب الخسارة؟ ما أظن. عاد الحين الدكتور متروك لسه دبلوماسية. You see, I told you before the game. You say 1-0. It's not 1-0. It was 3-0. And can be more. كان واضح أنه يبغي يرد، ولكن انتظر الفرصة المناسبة. You answered what Coach Amir said that he will win you today. No, I don't answer to nobody. I have one word. In Romania we have one word. The dog who bark, no bite. Oof. So better to don't. But you bite him now. Yes, because we didn't bark. We didn't make how how how. المهم ما بيانسى حمل الدوسري ايش قال؟ لاعبين خذوا الثقة في نفسهم داخل الملعب. هذا كان اللي ينقص الشباب. وياني احساس كذي ان الشرقي احتمال كبير ياخذ الدوري هالسنة. واللي اهم من ذي، شوف قلت لك والله ما عندنا مشاكل، بس قلت لك انت فريق العائله الواحده، ها تخاطى ذي المشاكل. كلمه بتسمعونها بعد، مو بس الحين.